نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين وقفات احتجاجية في عدة ولايات بالجزائر بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات. شاركت في الوقفة تحت شعار الشعب يريد تأميم المحروقات منظمات شبابية وحقوقية عدة، بينها حركة 8 مايو وعائلات المفقودين والتنسيقية الوطنية للتغيير. واحتلت مدينة ورقلة الصدارة في الاحتجاجات، إذ سار المتظاهرون 25 كيلومترا ووصلوا إلى مركز ولاية حسي مسعود. كما سجلت احتجاجات مماثلة في الأغواط والجزائر العاصمة والمنيعة وباتنا، أعقبتها اعتقالات في صفوف المتظاهرين. ومعنا من ورقلة طاهر بالعباس، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل. أستاذ طاهر، كيف سارت هذه الوقفات اليوم في مختلف المدن الجزائرية؟ أولا السلام عليكم وعلى مشاهدي القناة. ليست لدينا المعلومات الكافية عن تحرك الشباب البطال في معظم ولايات الوطن، لكن كانت هناك توقيفات واعتقالات ومحاولة فني البطالين على الخروج في التاريخ الرمزي، تاريخ الثاني والأربعون لتأميم المحروقات. لكن ما اريد ان اؤكد عليه ما حصل في رجلة، لانني كنت ربما بين المتظاهرين. نحن تجمعنا في ساعات الصباح الاولى في ساحه البلديه، اين كانت السلطه تريد ان تحتفل بالطريقه الرسميه بهذا التاريخ 2/4 لتأميم المحروقات. المهم اليوم ما حصل في ورقه اننا ارسلنا عليهم احتفالاتهم الرسميه، بينما نجح القانون في تنظيم تظاهراتهم وايصال الرسائل التي كان مراد ايصالها. نعم، ما هي عفوا سيد طاهر، ما هي دلاله امتداد هذه الوقفات والاحتجاجات في هذه المره الى العديد من المدن بعد ان كانت تقتصر على مدينه او اثنتين؟ هذه رساله واضحه، اذا ما تحرك اخوتنا في معظم ولايات الوطن في رساله واضحه للسلطه لتسقط كل التهم التي كانت تكيدها خاصه لسكان الجنوب على اساس انهم انفصاليين، وعلى اساس انهم شبكه دعم واسناد، وعلى اساس انهم يتعاطفون مع الارهاب. ان تتوقف هذه السلطه يوم في ان تكيل لنا كل التهم باذن الله، لكن تحرك على المستوى الوطني هذه الايام ومن اجل التنظيمات، هذه رساله واضحه لان كل فئه، معظم فئات الشعب تعاني، وهذه الاداره تمارس علينا سياسه ارهابيه من مؤسسات الدوله، ارهاب قضائي امن محض. هذا ما هو يمارس على كافه الشعب الجزائري وليس الشعب الجنوبي فقط. نحن توجهنا الى مدينه حسي مسعود في رساله واضحه، لن نعود الى الشارع ونحتج بالطرق التقليديه. لا يوجد هناك نظام سياسي، لا يوجد هناك مسؤولين، لا معمل الاداره والسلطات المحليه والادارات التي طب هل تواصلتم سطهر، هل تواصلتم مع ممثلين عن الحكومه، عن الولايه، عن وهل جرى هناك اي يعني اتصال بينكم؟ لا يتصلون بنا، نحن لم تبقى لنا الا شهور نحتفل بعشر سنوات من النضال من 2004، لم تفتح ببال حداد الحوار مع هذه السلطه، والدليل على انها لا تريد فتح باب الحوار معنا لانها لا توجد لديها ما تقدمه. لو كانت لدى هذه الاداره ما تقدمه لتحاورت معنا منذ سنوات وسنوات في انشغالاتنا كبطالين. نحن تطاردنا وتصدر احكام شائره ضدنا، على سبيل يوجد بطال متابع وبغرامه ماليه 2 مليار سنتيم وهو مطارد. نحن نطالب عن طريق جهاز العداله وجهاز الامن، لا توجد سلطه او مسؤولين ليتحاوروا معنا او يسمعوا لانشغالاتنا. نحن متهمون. نعم. ما بقي هذا النظام سيبقى هذا الشعب متهم، لن نجد من يتناول مشاكلنا ويحل مشاكلنا الاجتماعيه الا نظام شرعي يكون خارج من رحم الشعب. هذه سلطه جائره سرقت الوطن، سرقت الوطن والشعب. لم نخرج اليوم نطالب بتأميم الثروه، كنا نريد تأميم الوطن. نحن نحس ان الوطن اتضحت الفكره. سيد طاهر بالعباس، منسق اللجنه الوطنيه للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل من ورقلة بالجزائر.